بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكتاب العظيم في الشهر العظيم، القرآن الكريم، كتاب المسلم الذي لا ينبغي أن يفارقه، هو كتاب كل شهر وكل يوم ولحظة من حياته، إلا أن له ارتباطا وثيقا بهذا الشهر المبارك، لقوله تبارك وتعالى: شهر رمضان شهر أو شهر شهر، أنا لا أدري الآن عن السياق ماذا يقول في ذهني، شهر شهر، ويرجع للسياق نفسه، لكن الأرجح شهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو الشهر الذي تنزل فيه الكتاب الكريم، والكتاب الكريم العظيم إنما اختير له ظرفا خاصا، هو ليلة القدر من شهر رمضان التي هي خير من ألف شهر، فشهر يتضمن ليلة خيرا من ألف شهر عظيم، وأي عظيم. أما الكتاب الكريم فيقول عنه تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في الحديث: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نلتقي بنقاط يدور حولها الموضوع: دور القرآن في القرآن والسنة. ما هو دور القرآن؟ القرآن هدى، كما في الآية الكريمة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو لإنارة الدرب، إنارة كل شيء في وجود الإنسان، قلبه ووجدانه وفكره وحياته، ليكون كل شيء من الإنسان على الدرب الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. هو شفاء أيضا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن الحياة كما ترون، حياة كل المجتمعات في غياب القرآن الكريم، تعاني من أدواء لم تشفها كل محاولات البشرية، وكل الجهود وحتى الجهود المخلصة التي انصبت من فلاسفة الدنيا وحكمائها ومخلصيها من أجل إنقاذ الإنسان. فيبقى الإنسان رهين المشكلات المستعصية والأدوار الفتاكة
التي تعيق مسيرته إلى هدفه وتعطل نموه الإنساني وتبقيه كما عاديا رخيصا. تبقى الحياة هكذا مجموعة من المشاكل ومجموعة من الأزمات في غياب القرآن الكريم، ولن يكون هناك شفاء إلا من خلال الكتاب الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لن تكون التعليق كثيرا لكثرة النصوص، لأنني حاولت أن يكون الحديث حديث نصوص في الأكثر. الكتاب بشرى، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فالحياة البشرى بالحياة السعيدة، وأكبر من ذلك البشرى بالآخرة السعيدة، يسوقها الكتاب الكريم، وقد جاء في الظرف الذي تعاني فيه البشرية من الانحطاط وتبتعد فيه عن الدرب أيما ابتعاد، حتى لأنه قد تسيبت الحياة البشرية إلى حد لم يعد الهدف واضحا في ذهن الكبار قبل، فضلا عن الصغار. ولأخطر ما يكون على الحياة البشرية أن يغيم الهدف في رؤية كبار الأمم، فحينما يغيم الهدف وتضيع الغاية وتنفصل مسيرة الإنسان عن خط الهدف، فحينئذ يكون الدمار كبيرا والخراب متجذرا والفساد مستشريا. الكتاب الكريم قال عن نفسه بأنه بشرى للمحسنين، وما أسرع أن سجل واقعا كبيرا وتغييرا هائلا وانقلابا ضخما في كل الأوضاع من طرفها السلبي إلى طرفها الإيجابي في فترة وجيزة، وما أوجزها بحساب التاريخ. وأنتم تجدون هنا أن الهدى والشفاء والبشرى كل ذلك لمن؟ لفئة خاصة، هي المتقين والمؤمنين والمحسنين، أولئك هم الذين يتفاعلون مع الكتاب ويحاولون أن يصوغوا حياتهم في ضوئه. أما غيرهم الذي لا يستجيب الكتاب فتبقى حياته ضياعا، ويبقى وجوده تافها، وتبقى مشكلاته مستعصية. الكتاب هو الإمام والقائد، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومن جعله، أي القرآن، إمامه الذي يقتدي به ومعوله الذي ينتهي إليه، آواه الله إلى جنات النعيم والعيش السليم. فالمطلوب هنا من خلال النص القرآني ومن خلال الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وما ينضاف إلى ذلك من حديث الإمام علي عليه السلام وهدى لمن اهتم به، ومن كلمة فاطمة الزهراء عليها السلام قائد إلى الرضوان اتباعه. المطلوب من خلال هذه النصوص ومن غيرها
هو أن يكون القرآن الكريم بحسب دوره الأصيل ووظيفته التي جاء من أجلها قائدا وإماما للحركة الحضارية في الأرض. على المستوى الفكري والمستوى النفسي والمستوى العملي، قائد لا يتقدمه فكر ولا يشذ عنه شعور ولا تخرج عليه خطة عملية. القرآن الكريم جاء ليقود حركة الإنسان بكل أبعادها، وأن يكون الفكر الإمام، وأن يكون الروح الإمام، وأن تكون الإرادة التي يفرضها الإرادة الإمام، وأن تكون المناهج العملية التي يقررها المناهج الإمام، ليس في عصر النزول فقط كما نعرف، إنما في كل عصر لاحقا من بعد ذلك، لأن الكتابة يبقى هو الفكر المتقدم، ويبقى هو الحل المتقدم، ويبقى هو الأطروحة المتقدمة على مستوى كل العصور والأجيال والأمم. فالقرآن الكريم لم يأتي ليقاد، وليكون تابعا لفكر مستحدث ولخطة مقترحة تنزل عليها نصوص الكتاب ويلوى عنق الآيات المباركة لتكون طيعة في مفهومها لما يوافق هوى هذا الإنسان أو ذاك. إنما المطلوب من الأمة بل من البشرية جميعا، وستجد قريبا الضرورة إلى ذلك، المطلوب أن تتخذ من الكتاب إماما قائدا. حتى الإمام الإسلامي، حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم له إمام، وإمامه الكتاب، فالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في فكره وشعوره وسلوكه صورة من الكتاب، صياغة في ضوء الكتاب، وبذا كان عظيما. القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فواضح جدا أن ما يقرره الإسلام عن الكتاب الكريم، وقد قالها كلمة: ولكم أن تقيسوا وزن هذه الكلمة وصدق هذه الكلمة إلى الأحداث وإلى ما حملته القرون بعد هذه الكلمة. القرآن قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه غنى لا غنى بعده أو لا غنى دون في نص، وهذا هو النص نفسه، ولا فقر بعده، لا غنى دونه. فالحياة لما شطت ونأت عن الكتاب أين صارت؟ وقد اعتمدت على أطروحات شرقية وغربية جربت الأمة وغير هذه الأمة مختلف الصيغ، وكل المشاريع الحضارية التي تفتقت عنها عقول الكبار أو الصغار، ثم وجدت نفسها ليست على الدرب، لم تحل حتى مشكلة واحدة
هي أبسط المشاكل، وهي المشكلة المادية، مشكلة إشباع البطون وإساء الظهور وإيواء الأجساد. هذه الحاجة أبسط الحاجات، بينما لم تنجح كل الأطروحات في التوصل إلى حلها. فهو لا غنى دون الصيغ الأرضية وتعديله، والاقتراحات حوله تشارك فيها الفلاسفة وكبار الدستوريين ومختلف متخصصي الاجتماع والنفس وما إلى ذلك، وكل الساسة، ثم ومن بعد درب طويل وجهد جهيد تسجل أكثر نظريات العالم بريقا وسحرا وجاذبية، فشلا ذريعا على ألسنة كبار قادتها. فالقرآن الكريم غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده. يبدو لي أنا بدأت أن أطيل في التعليق وينبغي أن أسرع لأن الموضوع التصوري طويل نوعا ما. القرآن الكريم موعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فإذا كانت النظريات الأخرى إنما تعالج خارج الإنسان ويبقى الإنسان في داخله الموجود الهزيل الذي لا يتجاوز الأرض في أحاسيسه وحاجاته، وبذلك يتساوى معه أدنى الحشرات وأقل الحيوان شأنا، إذا بالإسلام يصوغ ويثير في الإنسان في داخل الإنسان مضمونه الكبير، وينمي للإنسان كينونته الكبيرة، ضميرة وفكرة وإرادة، ويفجر في داخله الطاقة الروحية المشعة الدائمة الإشعاع. فهو موعظة وهدى، هدى لداخل الإنسان، وشفاء لما في الصدور، وفي الصدور أحقاد، وفي الصدور مخاوف، وفي الصدور توهمات، وفي الصدور توجسات، وفي الصدور شعور بالنقص، وفي الصدور غرور، وفي الصدور ألوان وألوان من الأمراض والأوباء التي تفتك بداخل الإنسان وتحول حياته شقاء، برغم ولو اخضرت الأرض في مرآه، ولو لبست الدنيا ألف زينة، إلا أنه إذا كان داخله أسود سيبقى الإنسان المقيت في نفسه، وسيبقى الإنسان الفاشل والوضيع في نفسه، وسيبقى الإنسان المعقد والقلق في شعوره. أيضا التوحيد، ونفهم قدرة القرآن الكريم على توحيد صفوف الإنسان ووضع البشرية كلها في شكل منظومة واحدة متناسقة، من قوله تبارك وتعالى: شفاء للصدور، فما يفرق وما يبعثر الجهود وما يثير المصادمات إنما هي أحقاد وأوغار والدفائل السيئة في الصدور. إذا شفيت الصدور جاءت الخطوات متناسقة، وجاءت المجاهيد متلاقية، وجاءت كل خطوات الإنسان على درب واحد منتج. الإمام علي عليه السلام: ألا إن فيه، أي في الكتاب الكريم،
علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. تلاقي القلوب، مسألة التوحد، ولادة الأمة الواحدة الحقيقية، الأمر الذي نراه متعذرا في ظل الطرح القومي والطرح الإقليمي والطرح العنصري والطرح الطبقي والطرح إلى آخره، هذا الأمر الذي نراه مستحيلا إنما حله يكمن في كتاب الله، فهو نظم لما بينكم، إنه قادر على توحيد الصفوف ونزع فتيل الشر وفتيل الفرقة والنزاع من بين الأمم فضلا عن الأفراد. ندرس هذه النقطة وهي نقطة صعبة، العلاقة بين الإمام الناطق والإمام الصامت. يوصف الكتاب الكريم بأنه إمام صامت، ويوصف المعصوم وهم الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعد رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم أئمة ناطقة. ما هي العلاقة بين الإمام الصامت والإمام الناطق؟ قد يختلف على الإمام الناطق وقد يختلف معه وقد يختلف في مراده. إذا اختلف على الإمام الناطق، من هو؟ ما مشخص؟ ما هي مواصفاته؟ لمن المرجع؟ المرجع للإمام الصامت، إمام كل إمام، وهو إمام كل إمام، كما تقدم هو إمام رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلاقة ابتداء واضحة، فحين نختلف على الإمام في مواصفاته وشرائط إمامته فإن مرجعنا كتاب الله العظيم. فهل هو مع الإمام العادل أم مع الإمام الفاسق؟ هل هو مع الإمام المعصوم أو الإمام غير المعصوم؟ هل هو مع الإمام الذي يحمل علم الكتاب أم مع الإمام الذي يختلف علما عن الكتاب ويفقد علم الكتاب؟ إن الكتاب الكريم لا قادر على الإجابة على هذه الأسئلة فيرجع إليه. حين نختلف مع الإمام الناطق، حين نختلف مع الإمام الناطق، فمن المرجع؟ المرجع هو الإمام الصامت الذي يقدم الإمام الناطق على كل من سواه. وبذلك ينبغي ألا يبقى اختلاف من ناحية علمية بين الإمام الناطق بعد تعينه وبين غيره، لأن قول غيره ساقط الحجية وقوله ثابت الحجية. حين نختلف على مراد الإمام الصامت، الإمام الناطق، دعنا مع الإمام الناطق، حين نختلف على مراد الإمام الناطق أيضا هذه نقطة، فإن المرجع الإمام الصامت كما أرجع إليه
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما يتعارض الخبران أحدهما يوافق كتاب الله والآخر يخالفه، فالخبر المخالف لكتاب الله حظه أن يضرب به الجدار، ويكون الأخذ بما وافق الإمام الصامت. حين نختلف في مراد الإمام الصامت وهو الكتاب الكريم، من المرجع هنا؟ المرجع هو الإمام الناطق. الآية الكريمة ماذا تعني لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام فهم في الآية، ولمن عداه في الصحابة مثلا فهم آخر يباينه. الكتاب ماذا يقول؟ الكتاب يقول بأن المرجع هو الإمام الناطق، أي علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فالإمام الناطق يعني مع كون القرآن هو إمام كل إمام، إلا أنه تبقى الحاجة للرجوع إلى الإمام الناطق في المسائل القرآنية المختلف عليها، ويكون المحكمات ومساحة الظواهر أيضا ما لم يأتي على خلافها نص من المعصوم، وتبقى المتشابهات طبعا لا تبلغها العقول، وهناك عقول خاصة هي التي تبلغها فقط، وهي عقول الأئمة الناطقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. فنعرف أن الإرجاع إلى الكتاب لا يكون في كل ماذا؟ لا يكون في كل خلاف، حتى الخلاف في المتشابهات، إلا بأن يكون في هنا الرجوع أيضا في المتشابهات إلى المحكمات، وهذا الرجوع ليس ميسورا لكل أحد، إنما الملاقات بين النصوص المتشابهة ونصوص الكتاب المحكمة وحل معضلة التشابه في تلك النصوص إنما يأتي بالشكل التام الدقيق على يد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما يعلم، يقول هنا إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه من العلماء. فهناك علماء خاصون يكون الرجوع إليهم. من هم هؤلاء العلماء؟ الأحاديث الكثر تحدد أنهم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تالله لقد علمت، الإمام علي عليه السلام، تالله لقد علمت تبليغ الرسالات وإتمام العدات وتمام الكلمات، وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر، ألا وإن شرائع الدين واحدة. فإذا اختلف عليها لم يكن من بين الآراء المختلفة إلا رأي واحد هو الصائب، وهذا الرأي الصائب دائما عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن سدير أو سدير، قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر جعلت فداك ما أنتم، حقيقتكم ما هي كأئمة؟ قال نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله. فتراجمة الكتاب الكريم هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا
لو اختلف ان نعود الى النقطه، كلما اختلفت الامه على الامام المعصوم كان الرجوع الى الكتاب على ان مساحه السنه المتعرضه لتفسير الكتاب في هذه المساله والمؤكده لمفاده ورؤيته عن الامامه مساحه كبيره يكفي لتكفي لحل النزاع. وبعد ذلك ومن بعد ذلك وبعد أن تتحدد الإمامة أنها لمن وفيمن، تبقى النزاعات الجانبية في أقوال المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيما يأتي عنهم من السنة، ويبقى هنا المقياس هو مقياس الكتاب، كلما التقى أحد الحديثين به وافترق عنه الحديث الآخر. الكتاب ومسؤوليتنا تجاهه من خلال الأحاديث. ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يموت في تعلمه. وظيفة تعلم القرآن وتعليمه وظيفة تعلم القرآن وتعليمه وظيفة مطلوبة من الأمة كأمة ومن كل مجتمع بما هو مجتمع. فتعليم الناشئة وتعليم الكبار ذكورا وإناثا القرآن وظيفة مطلوبة من الجميع. لا ينبغي أو ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يموت في تعلمه. فالشهر المبارك وهو يواجهنا لا بد أن تكون لنا مشاعرنا الحية وعزماتنا الخيرة في هذا المجال، مجال تعلم القرآن وتعليمه. حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. طبعا المأخوذ هنا ليس كل الأحاديث في كل هذه النقاط، إنما المأخوذ من في كل نقطة بعض الأحاديث المتعلقة به. يأتي من بعد ذلك تلاوة الكتاب وسماعه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. النبي صلى الله عليه وآله ولتالي آية من كتاب الله أو ولتالي آية من كتاب الله قل ولتالي آية من كتاب الله خير من تحت العرش إلى تخوم السفلى. لتالي آية. الإمام عليه السلام من استمع آية من القرآن خير له من ثبير ذهبا. وثبير اسم جبل ضخم عظيم باليمن. من استمع حرفا من كتاب الله من غير قراءة كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة. لسماع حرف واحد لا تتابع قراءته. تعجبون لماذا؟ ولا يصح من مسلم عجبا. المطلوب الرب بالكتاب، لأن الحياة مفصولة عن الكتاب ضلال وارتباك وقلق وضياع وحرام. حفظه واستذكاره. الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة. من نسي سورة من القرآن مثلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنة، فإذا رآها قال ما أنت فما أحسنك ليتك لي فتقول أما تعرفني
أنا سورة كذا وكذا، ولو لم تنسني لرفعتك إلى هذا المكان. الصادق عليه السلام. اقرأوا القرآن واستظهروا، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعلى القرآن. هذا هو الحفظ، معرفته والعمل به. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. النبي صلى الله عليه وآله: إن أردتم عيشا، خزائن العلم هنا، خزائن العلم، القرآن. يقول زين العابدين عليه السلام: القرآن، آيات القرآن خزائن العلم، فكلما فتحت خزانة أو فتحت خزانة فينبغي لك أن تنظر فيها. كل آية كنز، وكل آية تحمل مضمونا فوق المضمون السطحي الذي يتبادر إليك، وأنت تحتاج لاكتشاف بعد الآية أن تبقى معه في تأمل ودراسة وتقليب نظر. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، مثل الذين حملوا التوراة كمثل الذين ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا أمامنا هذه المجموعة من النصوص تفرض علينا وظيفة في خاصة في تعاملنا مع الكتاب الكريم، وظيفة تتناسب مع موقع الكتاب الكريم. من المؤسف جدا، من المؤسف أن أقرأ رسالتك بتأمل، رسالة تأتيني منك أقرأها بتأمل وتأني، ورسالة مني إليك تقرأها بتأمل وتأني. كتاب يكتبه أحدنا فنقرأه بروح المتطلع إلى معرفة جديدة. في تأمل وإمعان ومعاناة فكرية. أما ونحن نقرأ الكتاب الكريم فنقرأه لماذا؟ فكثيرا ما نقرأه للبركة فقط، لأن نقطع مسافة من كلماته وآياته فقط. بينما النصوص الكريمة تحتم علينا إذا أردنا أن نبني، وإذا أردنا أن نعطي القرآن دوره في حياتنا، وأردنا أن نثري حياتنا من خلال عطاءات القرآن، فهي تحتم علينا أن ندخل في عملية تفاعل واعي مع آيات الله، مع آيات الكتاب الكريم. فلا نقرأ السورة المباركة ولا الآية الواحدة الكريمة قراءة للبركة فقط، وإنما نقرأها لنخرج بمعرفة جديدة، لا من أجل المعرفة نفسها. فالتلاوة لا من أجل التلاوة نفسها، والمعرفة أيضا ليست هي المطلب النهائي، إنما التلاوة للمعرفة والمعرفة للعمل، المعرفة للعمل لتغيير يحدثه الإنسان في نفسه، ولتغيير يحدثه المجتمع في داخله. فالكتاب الكريم كتاب بناء الأمم، وكتاب صياغة الأمم، وكتاب تغيير ما بالنفس وتغيير ما بالخارج. وفعلا هي التجربة التي خاضها الكتاب الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم،
النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت الآية من الآيات المباركة التي تتنزل عليه تعني ماذا؟ تعني معرفة يقام عليها وضع نفسي جديد، وضع فكري ونفسي واجتماعي علاقتي جديد. كل آية من آيات الكتاب الكريم التي تمس حياة الفرد والتي تمس حياة المجتمع تدخل تجربتها العملية الحية في وجود الإنسان حال تنزلها، حال قراءتها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآية الكريمة والسورة المباركة كانت تتحول إلى ماذا؟ كانت تتحول إلى بصيرة في داخل الإنسان، تتحول إلى مشاعر خيرة تغير من نفس الإنسان، تتحول إلى عزم قوي جديد، وتتحول إلى وضع عملي إيجابي شاهد. كان المجتمع ينمو مع الآيات، كان المجتمع يتكامل، كانت الحياة الإنسانية تتكامل وتتنامى مع تنزل الآيات الكريمة. كانت الآيات الكريمة تعني بناء علاقات وهدم علاقات، كانت تعني الخروج من المال، كانت تعني الخروج من النفس، كانت تعني السلم، كانت تعني الحظ، كانت تعني كل شيء في وجود الإنسان من ناحية عملية. فالكتاب الكريم جاء ليصوغ الحياة وليقود الحياة كما تقدم. وقيادة الكتاب الكريم للحياة لا يمكن أن يكون إلا من خلال فهم الكتاب. فالنصوص الكريمة هذه تحملنا هذه الوظيفة، وظيفة أن ألا نبقى مع تلاوة الكتاب التلاوة الشكلية إلى الأخير، وإنما ينبغي لنا أن نحدث تغييرا في تعاملنا مع الكتاب ونحن نتلوه، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. في وصف المخالفين للكتاب الحاملين شعاره كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إماما، واحذر أن تقع من إقامة حروفه، واحذر أن تقع من إقامتك حروفه في إضاعة حدوده. مطلوب جودة التلاوة، ومطلوب مراعاة أحكام التجويد وما إلى ذلك، ولكن ليس بالصورة التي يتحول من خلالها التحسين والتجويد الشكلي مطلبا أخيرا وهدفا نهائيا. الإسلام دائما مع اللب، الإسلام دائما مع المضمون. صحيح أنه يهمه الشكل، ولكن يبقى المضمون آخذا أكثر اهتماما. الشريعة وهي تهتم بالصورة، بالصورة الخارجية، إلا أن قلب الأمور ولب الأمور يبقى هو الأهم في نظرها. فهنا ونحن نحاول أن نتوفر على تعليم الكتاب وتعلم الكتاب وتقديم قواعد التجويد وحسن التلاوة للجيل الجديد، إلا أن هذا هو الأمر الثانوي بالنسبة لزرع مفاهيم الكتاب ومضامين الكتاب ورؤى الكتاب وربط الناشئة بحب الكتاب والشوق إلى أهداف الكتاب وأخلاقية الكتاب. هذا هو الأهم دائما، هو أن نزرع هدف الكتاب
في الأرواح والأنفس، هو أن نرسخ فكر الكتاب في العقول، هو أن نغذي الأرواح والنفوس بمشاعر الكتاب، وأن نعطي من إيجابية الكتاب وفاعلية الكتاب وتغييرية الكتاب للأنفس والأرواح والقلوب. واحذر أن تقع من إقامتك حروفه في إضاعة حدوده. الإمام الجواد عليه السلام: فاعرف أشباه الأحبار والرهبان الذين ساروا بكتمان الكتاب وتحريفه، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم اعرف أشباههم من هذه الأمة الذين أقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده، فهم مع السادة والكبرة، فإذا تفرقت قادة الأهواء كانوا مع أكثرهم دنيا، وذلك مبلغهم من العلم. لا يكفي من ناحية التحريف الكتاب، حينما نقول بأن الكتاب محرف، إنما هو محرفة مفاهيمه، إنما التحريف جرى في تضليل العقول عن مراد الكتاب الكريم، في صرف الأفهام عن الفهم الصحيح الأصيل لآيات الكتاب الكريم، وهذه عملية تحريفية خطيرة تبقي الكتاب الكريم شكلا. أيضا التحريف، يوجد تحريف في التعامل مع الكتاب الكريم، فحين تتجه الأمة إلى تزيين طباعة الكتاب وإغراق الأسواق من نسخ مستجدة متوالية ومتكررة من الكتاب الكريم، وحين ننشئ مراكز تعليم الكتاب الكريم ونعطي اهتماما بالغا للتجويد ونجري المسابقات في القراءات وما إلى ذلك، ونتتبع كل صغيرة وكبيرة من علم التجويد والخط، ونعطي الشكل اهتماما بالغا جدا، لا لنتوصل إلى المطلوب النهائي، وإنما لنصرف الأنظار عن المطلوب النهائي، لنصرف الأنظار عن الكتاب الكريم في أهدافه، عن الكتاب الكريم فيما يريده من أن تسير حياة المجتمع طبقا لمراداته وطبقا لتعاليمه وهداياته. حين تفعل الأمة هذا، فهي ترتكب أيضا عملية تحريفية بالنسبة للتعامل مع الكتاب الكريم. التلاوة في آدابها ومنافياتها. واضح الآداب الظاهرية: جودة القراءة، تحسين الصوت، ونقرأ حديثا وحديثين لكل نقطة من غير تعليق، زينوا القرآن بأصواتكم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أضيف إلى زينته، زينته طبعا مضمونية وزينته ظاهرية وصورية، وتزداد زينته الصورية، ويأخذ نفاذا في القلوب، ويأخذ تمازجا مع المشاعر أكثر فأكثر من خلال القالب الجميل. حين يأتي المضمون الجميل في صورة جميلة وقالب جميل، طبعا يأخذ طريقه إلى القلوب بشكل أكبر. والصوت الحسن في تلاوة الكتاب الكريم من القالب الجميل الذي يساعد النفس، طبعا لا يعطي رفعة للقرآن نفسه، إنما المطلوب في الأكثر فيما يظن أنه ماذا يهيئ النفس لاستقبال الكتاب الكريم، يعني يعطي جوا نفسيا أكثر تهيئا للتفاعل مع الكتاب الكريم وآياته المباركة.
اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر. فتجويد الصوت بالقرآن واضح جدا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبلغ إلى حد الغناء والإفراد. سئل النبي صلى الله عليه وآله: أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ نقطة مهمة عملية، أنت تريد أن تحسن صوتك بالقرآن، وهنا تبحث عن كيفية الصوت المطلوبة من ناحية إسلامية. يأتي الجواب في الحديث، قال: من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله. يعني الصوت صادر عن ماذا؟ عن نفس خاشعة، عن نفس خاشعة أخذ النص فيها ما أخذه قبل أن يعبر على اللسان، قبل أن يعبر على عن طريق اللسان إلى قلوب الآخرين، فيخرج من قلب متأثر، فالنص يأتي على اللسان ومعه حرارة ودفء، معه دفء ونورانية استقبال القلب له وخشوع القلب له واطمئنان القلب له. هذا الصوت هو المطلوب كما في الحديث. الترتيل، ورتل القرآن ترتيله. الرسول صلى الله عليه وآله في قوله تعالى ورتل القرآن قال: بينه تبيانه ولا تنثره نثر الرمل ولا تهزه هز الشعر. لا تأتي الكلمات متداخلة في بعضها البعض للسرعة، ولا تأتي ماذا منفكة عن بعضها البعض بحيث كأن كل واحدة تأتي منها مستقل من الكلمات تأتي مستقلة، فيعافى يخضع هنا النص القرآني لعملية تبضيع وعملية تقطيع تفقده وحدته وتناسقه. النظر في المصحف، الإمام الصادق عليه السلام بل اقرأه وانظر في المصحف، لمن يحفظ الكتاب تحفظ سورة من السور، أيهما أفضل، أن تقرأ السورة عن ظهر قلب أم تقرأها في الكتاب؟ بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علمت أن النظر في المصحف، الظاهر من قراءة المصحف مصحف ومصحف والله أعلم، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؟ الحياة. فهنا الحفظ كما مر وعملية الاستذكار وإلى آخر النقاط، وأهم ما في القائمة دائما هو ماذا؟ أهم ما في القائمة هو العلم والعمل، وكل ما عدا ذلك من نقاط إنما هو أمر توصلي مقدمي، والمطلوب والنتيجة وهي ماذا؟ وهي وعي علم الكتاب وتحويل علم الكتاب إلى واقع عملي تعيشه النفس في داخلها وتعيشه الجوارح في الخارج. أيضا مطلوب من آداب التلاوة الطهارة. عن الإمام علي عليه السلام: لا يقرأ العبد القرآن على غير طهور حتى يتطهر. والمعروف أن الوضوء مستحب ويكره القراءة على الجنابة إذا بلغ السبع آيات من بعضهم، وتزداد الكراهة مع السبعين آية. نظافة الفم، الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نظفوا طريق القرآن. قيل: يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم. قيل: لماذا؟ قال: السواك. الاستعاذة، فإذا قرأت القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التعوذ من الشيطان عند كل سورة تفتحها، فقال: نعم. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر أن الرجيم أو وذكر أن الرجيم أخبث الشياطين. أغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة، وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية. الصادق عليه السلام. نأتي إلى الآداب الباطنية.
في تلاوة الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فهنا مستوى من التلاوة يسمى حق التلاوة، يعني التلاوة المقياس، التلاوة الصادقة، التلاوة الأصيلة، ما هذه؟ ويترتب عليها الإيمان، أولئك يؤمنون به. فمعناه ويأتي شرح هذه التلاوة التي هي حق التلاوة. فتقول الأحاديث، الآية الكريمة تقول الأحاديث لا بد من التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليس ليتلوا آياته وإنما ليدبروا آياته. فالتلاوة من أجل ماذا؟ من أجل التدبر لا من أجل نفسها. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الصادق عليه السلام الله وليتذكر أولو الألباب. الصادق عليه السلام اللهم فاجعل نظري فيه أي في الكتاب عبادة، وقراءتي فيه فكرة، وفكري فيه اعتبارا. فالتلاوة تتحول إلى فكر، والفكر يتحول إلى ماذا؟ إلى مواقف نفسية تأخذ طريقها، تأخذ مجراها وطريقها إلى المستوى العملي. وفكري فيه اعتبارا. الإمام علي عليه السلام ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. فالقراءة والتلاوة هكذا يقول تقول الحديث أن ماذا؟ القراءة المطلوبة هي قراءة فيها تدبر، ويأتي الكلام التدبر. زين العابدين عليه السلام آيات القرآن، وهو الحديث الذي مر ويأتي في المورد هنا لمناسبته. زين العابدين عليه السلام آيات القرآن خزائن العلم، فكلما فتحت خزانة فينبغي لك أن تنظر فيها. أنت لا تقف مع عدد من الكلمات الجوفاء، عندما تواجه آية يقول الحديث هنا تواجه ماذا؟ تواجه خزانة مليئة بالعطاءات، تواجه كنزا ثرا. وأنت إذا واجهت كنزا ثرا حاولت أن تنتهي، أن تبلغ منه نهايته. والآية ذا والآيات ذات أبعاد بعيدة. الخشوع، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أخي، مرة يأتيك الكتاب من صديقك المساوي لك، ومرة يأتيك كتاب من مدرسك، ومرة يأتيك كتاب من مديرك، ومرة يأتيك كتاب من أكبر زعيم في العالم، ومرة يأتيك كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يأتيك كتاب من الله عز وجل. فأقرأ هذا حسنا إذا كان معي. بل دعاء خاص لقراءة القرآن الكريم، تجد فيه الإمام عليه السلام يتهيأ لقراءة القرآن، يتهيأ من خلال الدعاء نفسيا، ويدخل محراب القرآن باستئذان ودعاء من الله إلى الله بالتوفيق لمراعاة أدب الكتاب وحق الكتاب. حتى فتح الكتاب إذا جاءك من بشر كبير في نفسك تفتحه بماذا؟ بتلهف، وفي نفس الوقت بنوع من الاحترام. يكفي أن نستحضر الشعور ها
هذا الشعور ابتداء، وأن الكتاب الذي أفتحه الآن هو كتاب من خالق السماوات والأرض، فأستقبله بتوقير وأدخل مدرسته باحترام. إذا دخلتم مشهد من مشاهد المعصومين عليه السلام فكيف تدخلون؟ إذا دخلتم بيت الله الحرام فكيف تدخلون؟ أمن ذلك شيء أكبر من دخولنا الكتاب، مدرسة الكتاب الكريم؟ فلا بد من الخشوع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ والخشوع إنما يأتي في ظل التدبر، إنما يأتي في ظل التدبر والتفكر. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت القرآن. الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن ولم يخضع لله ولم يرق قلبه ولا يكتسي حزنا ووجلا في سره فقد استهان بعظيم شأن الله تعالى. وقف عند وعده ووعيده وتفكر في أمثاله ومواعظه. الإمام علي عليه السلام يقول: ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية. خاطب قلبك بآيات الله. في تصوير حديث كأن الإمام عليه السلام أحدهم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين إذا قرأ القرآن كأنه يكلم إنسانا، يعني كان يأتي بالقرآن ماذا؟ يعني لا يلقي، لا يقرأ القرآن قراءة مفصولا عنها نفسيا، لا، يعتبر نفسه ماذا؟ يقيم نفسه مخاطبا من الكتاب الكريم، يقيم نفسه مخاطبا مباشرة من الكتاب الكريم، فهو يمثل نفسه لسان القرآن يخاطب به نفسه. التتلمذ على القرآن. النبي صلى الله عليه وآله من جعله أي القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ثم في النص بعد فاصلة: ودليل على المعروف لمن عرفه. نحن نأتي الكتاب الكريم بمعرفة، أنت تأتيه بمستوى المعرفة، صاحبك يأتيه بمستوى آخر معرفة، أفقه الفقهاء يأتيه بمستوى من المعرفة. هذه المعرفة كل ما نكتسب المعرفة إنما يعتبر مؤهلات بسيطة للدخول في مدرسة الكتاب، ولا يعتبر فكرا قابلا أو قادرا على مناقشة الكتاب. وأنا أعرف أني داخل مدرسة الكتاب الرب سبحانه وتعالى، هل يقوم في نفسي أن أناقش كتاب الله مناقشة المعارضة؟ فلا بد من ماذا؟ من التتلمذ عليه. مهما كانت لأحدنا من معرفة فهو يدخل مدرسة الكتاب تلميذا لا منتديا. المنتدي يعارض صاحبه المنتدي معه، المحاور يعارض المحاورة معه، يختلف فيه معه في الرأي. لكن الكبار الصغار والكبار إذا دخلوا مدرسة الكتاب الكريم إنما يدخلونها تلامذة صغارا. يقول عليه الإمام علي عليه السلام: قد أمكن، أي الشخص الموصوف، قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه، يحل حيث حل ثقله، والثقل الشيء النفيس، وينزل حيث كان منزله. عن سليمان بن داود المنقري عن حفص
قال ما رأيت أحدا أشد خوفا على نفسه من موسى بن جعفر عليهما السلام ولا أرجى منه، وكانت قراءته حزنا فإذا قرأ فكأنه يخاطب نفسه منافيات التلاوة الحان والفسوق كما مر، وإياكم ولحون أهل الفسق أو في تعبير آخر الفسوق وأهل الكبائر، فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم. هذه القراءة الشكلية محاولة ماذا؟ التغني بالقرآن للوقوف بالمستمع عند الصوت بدل المضمون. التلاوة من أجل التلاوة كما مر، الصادق عليه السلام كما مر في الحديث وليس في الحديث، الصادق يعني في حديث في هذا الحديث وليس في حديث محمد صلى الله عليه السلام، الصادق عليه السلام يخاطب يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا هو من الدعاء المذكور، ولا تطبع عند قراءتي على سمعي ولا تجعل على بصري غشاوة ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها بل اجعلني أتدبر آياته وأحكامه آخذا بشرائع دينك ولا تجعل نظري فيه غفلة، اجعل نظري فيه وعيا فكرة، ولا قراءتي هذرا، إنما قراءة ماذا؟ قراءة تدبر، إنك أنت الرؤوف الرحيم. يدخل مدرسة عظيمة، يصعب على العاقل أن يدخل مدرسة القرآن ثم يخرج خالي الوفاض، فإذا دخل أحدنا المدرسة أي مدرسة تفيد بعض العلم وخرج خاويا خاليا فالعيب على من؟ العيب عليه، وقد سجل فشلا ويعيش من بعد حين إذا عقل حسرة. فيعز على عاقل أن يدخل مدرسة الكتاب الكريم، أغنى مدرسة وأخلد مدرسة، ثم يخرج صفرا لدينا. التلاوة للاسترباح هذا من المنافيات. القراء ثلاثة، قارئ قرأ ليستدر به الملوك ويستطيل به على الناس، قد يتقرب به ماذا؟ يكون صنيعة مثلا بيد الكبار، فذاك من أهل النار. وقارئ قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده، الإمام الصادق عليه السلام. الثالث طبعا هو الناجي وهو المتدبر العامل. الطريق إلى معرفة القرآن الكريم، نسأل هل معرفته ممكنة؟ الآية الكريمة تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقول تقول الحديث نحن خزان علم الله كما سبق ونحن تراجمة وحي الله. أبو جعفر عليه السلام، الإمام علي عليه السلام، ذلك القرآن فاستنطقوه ولم ينطق ولكن أخبركم عنه، كتاب أفلا يتدبرون، بينما يأتي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأنا إذا لم أفهم من الكتاب شيئا، إذا كنت مسلوب القدرة على فهم الكتاب مطلقا، فما موقع الأمر بتدبر الكتاب؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيضا هنا إذا كان الغرض منه
من إنزاله التدبر ليتدبروا آياته. فإذا كان الكتاب كتابا مغلقا أمام الفهم البشري دون المعصومين عليهم السلام، فهل يأتي أنه للتدبر وهل يؤمر بالتدبر والتعقل؟ فإذا الجمع بين طائفتين من النصوص هو أن الفهم التام الكامل الدقيق الأصل المطابق تماما، هذا الفهم لا يتوفر عليه أحد دون المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الفهم الاستظهاري القائم على الاستظهار على إعمال قواعد التخاطب ومسلك العقلاء في الإفهام والفهم، الفهم المأخوذ من قواعد المحاورة كما يقولون ومن ما تعارف عليه العقلاء من طريقة الإفهام والتفهم وضوابط الإفهام والتفهم، فهذا يمكن لغير المعصومين عليهم السلام أن يتوفروا عليه ويكون حجة فيما يستظهره كثير من الفقهاء، فيما يستظهره قسم من الفقهاء أو كثير من الفقهاء يكون حجة ما لم يقم على خلافه فهم من المعصوم عليه السلام. فظواهر الكتاب عند العديد من الفقهاء حجة بعد الفحص عن أقوال المعصومين عليهم السلام واليأس من الظفر بما يعطي فهما للآية الكريمة مخالفا للفهم العرفي. فإذا تم الفهم العرفي بالنسبة إلى آية كريمة وقد يئس المطالع بعد البحث والتقصي التامين لما جاء عن المعصوم لما جاء عن المعصومين عليهم السلام من فهم في هذه الآية، بحيث لم يعثر هذا المطالع على فهم مخالف، فهنا يكون هذا الظاهر حجة. هذا ما يجمعون به بين هاتين الطائفتين من النصوص، الطائفة التي ترجع فهم الكتاب لأهل البيت عليهم السلام لا غيرهم، والطائفة التي يظهر منها جليا أن الفهم مفتوح فهم الكتاب وظيفة مطلوبة من الأمة. يأتي استنطاق القرآن وتتويره. من أراد قبل هذا نقرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر ما أخاف على أمتي بعدي رجل يتأول القرآن، أكثر ما أخاف على أمتي أضرى كذا بعدي رجل يتأول القرآن يضعه على غير مواضعه. فهناك فهم عرفي وفهم راجع إلى الرأي، والفهم الراجع إلى الرأي الذي تنهى عنه مجموعة من النصوص هو يفسره بعضهم هكذا، وأنه الفهم الذي يتحكم فيه الرأي ويلغي فهم الآية الذي يسمح به الفهم العرفي، يعني يلغي الفهم العرفي للآية، الفهم الذي تسمح به اللغة وضوابط اللغة وقواعد اللغة وقرائن السياق، يرفع يده عن هذا الفهم ويعطي لها فهما من نفسه يوافق مسبقاته وأهواءه ومشتهياته. هذا التفسير بالرأي هو التفسير المشدد النكير عليه من مجموعة من النصوص. أما نتحدث الآن عن استنطاق القرآن وتفويعه،
الرسول صلى الله عليه وآله: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. الحديث موجود في كنز المعرفة، في ميزان المعرفة قصدي. وقال في الحاشية أيضا في الأصل، والحديث راجعنا إلى مرجع هنا إلى كنز العمال، وهو مصدر من مصادر السنة، ويقول في الأصل فليشور بدل فل يثور، وفي المنتخب فليثور أي لينقر عنه وليفكر في معانيه. أوتن الإمام علي عليه السلام يقول في النص السابق: ذلك القرآن فاستنطقوه. ومع كونه صلوات الله وسلامه عليه قال ولم ينطق ولكن أخبركم عنه، إلا أنه في ضوء ما تقدم من أن القرآن ليس مغلقا، يعني لا يريد النص والنصوص المماثلة أن القرآن الكريم مغلق نهائيا أمام الفهم البشري، إذن تكون الطريقة في ماذا؟ في التدبر في الكتاب أو في الاستفادة من الكتاب هو الاستنطاق والتشوير بطرح الأسئلة، بطرح الأسئلة على الكتاب. فحينما تواجه الآية الكريمة أو تواجه المقطع المتصل من السورة المباركة، دورك أن ماذا؟ دورك أن تثور النص، فإن النص غني، أرض غنية بالعطاء، عليك أن تحرف، عليك أن تثور، تنقر، تنقب، وأنت تنقب من خلال طرح الأسئلة وطرح القضايا الحياتية التي تناسب ماذا؟ التي تدخل في جو الآية. وما هو رأي الآية الكريمة؟ ما هو رأي مجموعة النصوص في تلك القضية، في هذه القضية الحياتية أو تلك؟ على أنه متى نستطيع نحن أن نطرح الأسئلة؟ خذوا مثلا مدرس الابتدائي يطرح الدرس أمامه 40 طالبا، كم من الطلاب الذي يسأل، الذي يطرح سؤالا، وكم من أصحاب الأسئلة الذي يكون سؤاله علميا ومفيدا؟ طبعا قليل القليل. ثم لو حاضرنا الآن محاضر كبير، كم منا سيطرح أسئلة صميمية وذات علاقة بإثارة نقاط جديدة لا يحملها النص في صفحه وإنما يحملها في عمقه؟ طبعا قليل منا ممن سيتوفر على هذا النوع من الأسئلة. القرآن لطرح الأسئلة عليه لابد من التوفر على أمور، يعني عملية الاستنطاق هذه تحتاج إلى وسائل، نتحدث عن بعض هذه الوسائل. علوم اللغة، القرآن الكريم نص عربي راقي جدا، أرقى النصوص، أرقى نص عربي متصور، النص الإعجازي. فالوصول إلى أسراره، الوقوف على نكاته، على دفائن الآية الكريمة، لا شك أنه محتاج إلى سعة اطلاع لغوي، ليس للمفردات فقط، علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وقدرة على النقد الأدبي وما إلى ذلك. هذه لا بد منها لمن يريد أن ماذا؟ أن يمتلك قدرة على الاستفادة من الكتاب الكريم. التطلع أو التضلع قصدي في علوم أهل البيت عليهم السلام، لأن علومهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإن جاءت على لسانهم إلا أنها هي الوحي الكتابي تماما. فأنت لما تستطيع أن تفهم جوانب كثيرة من الموضوع تستعين بهذه الجوانب المفهومة لك من الموضوع على إثارة الأسئلة عن الجوانب الأخرى والنقاط الورائية. فإذا التوفر على مطالعات غزيرة في
في حديث أهل البيت عليهم السلام وفي علومهم يوفر للمطالب للتالي القرآني هذه القدرة بصورة ما. معايشة التفاسير، فإن التفاسير تجارب بشرية في إثارة الأسئلة أمام الكتاب الكريم وتلقي الأجوبة من الكتاب الكريم بحسب الأفهام المختلفة. حتى لما تدخل في عملية استقراء ووقوف مباشر على عدد من التجارب البشرية في تعاملها مع الكتاب الكريم وإثارة الأسئلة، ينشأ عندك ذوق وحاسة خاصة لطرح مثل هذه الأسئلة والتلفت إلى مثل تلك الأبعاد. الانتراء من الثقافة الإسلامية الحديثة من خلال ما تطرح الكتاب أقلام الكتاب الإسلاميين الأمناء الكبار أصحاب الفكر الرصين والضمير الخير، التوفر على التخصص العلمي. لا شك أن الفقيه يستطيع أن يثير أسئلة فقهية أمام الكتاب الكريم بما لا يستطيع شخص آخر، والتاريخ أقدر من الفقيه دارس التاريخ وقوانين التاريخ وتحولات التاريخ أقدر على طرح الأسئلة التاريخية من الفقيه أمام الكتاب الكريم. دارس علم الأحياء أيضا صاحب قدرة خاصة هنا في عملية تثوير الآيات التي تتحدث في هذا المجال واستنطاقها عن حقائق جديدة، يعني يستطيع من خلال ما يمر به من أسئلة تتصل باختصاصه أن ماذا؟ أن يمشي مع الآية إلى مسافات أبعد من المنظور للإنسان العادي ليتوصل إلى أجوبة تثري معلوماته أو توضح له سبق الكتاب الكريم لما توصل إليه العلم. وهكذا فإنه بمقدار ما يحمل أحدنا من معرفة، بمقدار ما تتسع ثقافة أحدنا، يستطيع أن ماذا يكون تكون تلمذته على الكتاب الكريم وتكون معايشته لنصوص الكتاب الكريم والاستفادة من الكتاب الكريم مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى مستوى الشخص وقدراته العلمية، ويبقى الكتاب الكريم أكبر من كل قدرة علمية يحملها الشخص ليدخل بها مدرسته الواسعة بعيدة الآفاق المستعصية على التحديد والتقييد. نعم، ثم مع هذا لا شك أنه الأخذ بالتلاوة حق التلاوة، يعني مع وجود هذه الوسائل التي تحدثنا عنها تأتي حلقة من حلقات وهي ماذا؟ أن يأخذ بالتلاوة حق التلاوة التي تقدمت آدابها ومواصفاتها. وانظر إلى نفسك تماما، يعني أنا أقرأ مرة سورة مباركة في حالة من النوم، مثلا في حالة من غلبة النعاس وما إلى ذلك، وحالة أن أتخير لقراءة الكتاب الكريم أنشط الساعات وأكثر ساعاتي حيوية، فلا شك أنه يختلف الوقت. كلام سريع في نقطة، كلمة عن المستوى التثقيفي الموجود عندنا الآن في شهر رمضان المبارك. لا شك أن خطباءنا الفضلاء يشاركون بشكل واسع ويسهمون إسهاما إيجابيا في إعطاء مستوى في تعميم المفهوم الإسلامي وفي العمل على التثقيف العام الجماهيري للثقافة الإسلامية. لكن ولا شك إن الخطابة لا تسمح بالتخصص، والخطباء
الذين يتوفر لهم مستوى علمي هم خطباء، نسبتهم طبعا هي النسبة القليلة بالنسبة للمجموع، يعني غالبية خطبائنا حفظهم الله لا زالوا طبعا ماذا يعني لم يتوفروا قبل على دراسات دينية متقدمة. فبإزاء هذا الوضع تبقى عندنا طبقة في المجتمع لا ينالها التثقيف القرآني في شهر رمضان المبارك، وحتى الخطيب القادر، هناك جملة من خطباء القادرين، لكن حتى القادر منهم وهو مطلوب له أن يتحدث إلى جمهور مختلط من طالب الابتدائي إلى طالب الثانوي إلى الرجل الكبير الأمي إلى 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 إلى، هذا لا يسعه أن يطرح موضوعا علميا اختصاصيا ودراسة دراسة دقيقة. وطبعا حال الآن نحن في وضع هذا، طبعا هذا الوضع ماذا، حتى وضعنا نحن الآن وضع أحاديث عامة، طبعا ليس وضع جلسات علمية دراسية تخصصية. فإن تلك الجلسات تحتاج إلى ماذا؟ إلى مستوى متجانس، وتحتاج إلى لغة خاصة، وكثير من المقدمات المطروحة في الأحاديث العامة يستغنى عنها، كثير من التفاصيل تلغى ويركز على النقاط الجوهرية. على كل حال بإزاء هذا الوضع، وإن قل الموجودون إلا أنه ينبغي أن يكون التفكير عمليا في وجود ندوات في شهر رمضان المبارك، ندوات علمية ومحاضرات خاصة وعلمية خاصة بطبقة أقصد بطبقة مثقفة معينة. حتى طلاب العلوم الدينية مطلوب لهم هم أنفسهم أن يعني لإعطاء القرآن حقه، أن يدخلوا أو أن يعقدوا ندوات ومحاضرات علمية حول مواضيع في الكتاب الكريم سأذكر بعضها، يعني ندوات علمية خالصة، ندوات علمية خالصة تحاول أن ماذا، تحاول أن تستجلي نقاطا علمية قد يكون مختلفا عليها أو يعاني منها الفكر العام وإبهاما وغموضا، تستجلي هذه النقاط العلمية من خلال دراسات علمية موضوعة، يقدم يكفي أن يقدم الشخص الواحد في الشهر الواحد دراسة علمية واحدة حول موضوع بشكل مركز ولائق. فنحتاج إلى يعني في شأن الله العظيم هذا ولعلاقته الدقيقة جدا والمباشرة للكتاب الكريم والحث الكبير على الكتاب على قراءة القرآن الكريم وتدارسه في شهر رمضان المبارك، تطلب ثقافة قرآنية مباشرة. فحسنا على المستوى العام أن يكون هناك حاضرون كهذه الجلسة، أن يكون هناك مثلا في مثل هذه الجلسة التي تحضرون فيها، أن يكون هناك محاضرون حول ماذا؟ حول بعض المفاهيم الإسلامية حيث تعرض على ضوء الكتاب الكريم، وأن تكون هناك دروس تفسيرية ميسرة، دروس تفسير ميسرة، أن تتناول الموضوعات القرآنية، مثلا فرض علم المعصوم عن سناب الغيب، هل المعصوم يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب، موضوع يدرس على ضوء الكتاب والسنة بلغة مناسبة، كل الموضوعات الأخرى قيمومة الرجل، أي موضوع آخر يدرس على ضوء الكتاب والسنة دراسة علمية مناسبة. أيضا دروس التفسير الميسر هذه تكون مناسبة جدا وقد تكون ميسورة لعدد من عدد من الناس في البلد. مثلا الحلقات أقصد الندوات الخاصة العلمية الخاصة التي تتصل بالكتاب الكريم تدرس مثلا حجية الظاهر الظواهر القرآنية وهو مبحث مختلف عليه، مثلا تدرس مسألة النسخ
تدرس مسألة القراءات، تدرس مسألة التحريف، إلى ما هناك من موضوعات علمية معروفة عند المختصين، ويحتاج الواحد أو تحتاج المجموعات إلى ماذا؟ تحتاج الأمة في الحقيقة كلها